القراءة فاطمة رحيمة حسين. الغرض أو الأهداف من هذه المحاضرة هو أنه تكونون على علم وعلى اطلاع بمهارات القراءة، وحبكم أن تشاركون بالمحاضرة. أتمنى أن أنتم قدامكم ورقة وقلم أو تحاولون قدر المستطاع أن تقوم، ما تعتمدون على غير أشياء، ونشوف شلون أنتم حتقيمون أنفسكم بالنهاية. Challenges in reading. That is, ما هي النشاط اللي تواجهكم خلال قراءة قطعة أو نص قدامكم؟ خلينا نشوف. Let's see. Attention span of learners. هذه أنا أقيمها. أنتوا إيش قد تاخذون حتى تستوعبون؟ وشلون أشد انتباهكم؟ Difficult words and meanings. This you should pay attention to. يعني هذا اللي انتو لازم تراعوا او تهتموا له او تخلون بالكم عليه، لان في بعض الاحيان اكو بعض الطلاب يجفلون، they get scared when they see difficult words and meanings. عد ما يشوفون كلمات صعبة معاني صعبة، ابدا لا تهتموا، اخذوا المعنى من الكلمة من السياق. Not necessarily you know all the words. احنا نعرف انه نتفهم انتم ما تعرفون كل الكلمات، فاخذوا من السياق المعنى مو مهم. Involvement of the text. شنو اللي يشدك بالتكست؟ بالنص اللي قدامك شنو اللي يجذبك؟ خلي ركز انتباهك على هالشي. هذا ايضا من الاشياء اللي اني المفروض اقيمها كأستاذة. The reading habits. انت من اي نوع من القراء؟ هل انت استيعابك بطيء؟ هل انت يعني تقرا ثلاث مرات اربعة يلا تفهم؟ هل انت من الناس اللي لازم حواليهم ضجة يلا يفهم او هدوء تام يلا يفهم؟ هذه المفروض بالممارسة تخلون نفسكم، تعرضون نفسكم لنفس الظروف اللي تكونون بيها عند الامتحان، حتى تشوفون شلون حتى تأدون في الامتحان. Let's take this practice please. I want you to take 1 minute only. يعني أحس بينكم بين نفسكم أو قدامكم بالموبايل تاخذون دقيقة واحدة بس حتى ترتبون هذه المراحل. مراحل هي خاصة بالحياة، حياتنا كلنا. All of us share this and go through all these stages. So I want you to arrange them from 1 to 8. From 1 to 8. من 1 إلى 8 ترتبوا إياها الترتيب المنطقي لهذولي المراحل. تقريبا فاتت minute. You took a minute in order to arrange these stages of life. Let's see which how to arrange them. خلينا نشوف شلون حترتبون. 1 leave school عندما تراد المدرسة وتتخرج من المدرسة. 2 start work surely يعني لازم تصير عندك وظيفة تتعين. 3 meet someone قابل someone. Fall in love, you fall in love. Get engaged, تنخطبون. Get married, تزوجون. Have children, تخلقون. Wear retire, تتقاعد. So these are all stages of life.
I hope that you all answered correctly. أتمنى أن كلكم رتبتوها ترتيب صحيح. إذا لا فبليز تشيكوا وين صار الخطأ عندكم. وإذا صار خطأ فهو يعتمد على المعنى. هل أنتم فهمتوا معنى كل الكلمات؟ For you to read for 30 seconds. راح تظهر لكم صورة مقالة أريدكم تقرأوا بس تضعون عليها لمدة 30 ثانية نصف دقيقة يعني. Now answer the following questions. Where is the text from? What is it about? Who's in the photos? من خلال مشاهدتكم للقطعة لمدة 30 ثانية راح نسألكم أسئلة بسيطة اللي هي Where is the text from? من خلال الصورة اللي شفتوها هذه المقالة مقتطفة من شنو؟ بينكم بين نفسكم جاوبوا أو حاولوا تجاوبوا. From a newspaper. من صحيفة. أتمنى تكونوا جاوبتوا صح. What is it about? The longest married couple in the UK. المتزوجون للفترة الأطول. صار من هواي متزوجين في UK اللي هو إنجلترا. Who's in the photos? شفتم من بالصورة. Fred and Olive Hodges, the longest married couple in the UK. خلينا نرجع على القطعة ونشوف. Now let me read you the paragraph or the article. راح أقرأ لكم القطعة وأريدكم تركزون وياي كل زين. Longest married couple celebrate 77 years of marriage. هذول المتزوجين لفترة الأطول يحتفلون بالسنة 77 من زواجهم. Fred and Olive Hodges, who have been married for 77 years in April, are about to enter the Guinness Book of Records as the UK's longest married couple. The couple first met in 1915, then were separated by the First World War. They met again in 1919 and fell in love. They got engaged and married, but only after 6 years, when they had saved £600 to buy their first house. The couple, who are both 102 or 102, met in their teens as they skated on a frozen river in Northampton in 1915.
Fred had left school at 15 and started work for the local gas company. Olive had left at 14 and worked in a leather factory. I wasn't really interested at the time. I just wanted to have fun on the ice, said Olive. Fred came up behind me and knocked me down. He told me years later that he did it because he wanted to pick me up. But 3 years later, when he was 18, Fred joined the army and was soon fighting in France. Many of his comrades were killed. Fred published a book of his memories, Men of 18 in 1918 in 1988. In his book, he described how a sudden silence signaled that war was over. Now I knew I was going to have a life after all. Back home in Northampton, Fred renewed his friendship with Olive. The couple had a 6 years engagement before their marriage. They had 2 children, John and Brenda. Fred became chief cashier at the gas company. Olive stayed at home while the children grew up. The couple now have 11 grandchildren and 12 great-grandchildren. The latest just 2 years old. 2 years ago, they had to leave their own home because of Fred's poor health. They now live together in an old people's home in Walsboro, Leicestershire. We have lots of lovely memories, but the birth of our 2 children is the most special, said Olive. And the best decade for me was when Fred retired in the 1960s. His retirement just meant we could spend more time together. I love Fred so much, I don't know what I would do without him. Their son, John, 73, a retired professor of genetics, who lives in Austria, is full of praise for his parents. They are completely devoted to each other, he said, and my sister and I could not have more loving parents. My mother gave up her life for her family and home. Our parents opened doors of opportunity for us, which they never had themselves, and encouraged us to go through them. Okay, now students, I want you to read this paragraph carefully. You have 3 minutes. أدكم ثلاث دقائق بس حتى تقومون الفارغراف الجاي وراح أسجل الوقت وياك. هي أيضا خاص بالقطع اللي قريناها قبل شوية. I want you to reread it carefully. أتمنى أنكم تعيدون قراءة الصورة شوية أكثر تركيزا.
باقي لنا 10 ثواني تقريبا. وانتهى الوقت. Now with me, students, we are a group. Are these sentences true or false? هذه فقط صح وخطأ حتى نشوف معلوماتكم. هل أنتم فهمتم من قطع الشيت؟ Fred and Olive first met in winter. شو تقولون؟ They were from Northampton. صح لو خطأ؟ They got married in 1925. طبعا القطعة ما قالها بصراحة in 1925. But he gave us numbers. Are these numbers when they are summed up? They prove to be correct. من يجمعون هل تطلع سنة 1925. John and Brenda didn't have children. صح لو خطأ؟ Fred and Olive bought a house in Northampton. صح من خطأ؟ خلي نشوف انتو شلون جاوبتو واني راح اقول لكم الصح من الخطأ. Fred and Olive first met in winter. خطأ طبعا in April هو spring. They were from Northampton. صحيح. They got married in 1925. صحيح. John and Brenda didn't have children. خطأ. Fred and Olive bought a house in Northampton. ساعدنا واحدة فقط. خطأ. كنا لاحظنا الـ past tense of the verbs from the article. أكو صيغة الماضي في كم استعملت في المقال. Save the skated started. هذه اللي يسموها regular verbs. هذول regular verbs يعني بس تحط لها ed راح تصير ماضي. مرات تحط لها بس d يعني هي بتنتهي ب e فتصير ماضي. المجموعة الثانية من الverbs اللي هي بالcolumn الثاني اللي هو العمود الثاني تحت رقم 2 came and let. These we call irregular verbs. Irregular verbs يعني الأفعال الشاذة اللي هي متى خذ ايدي. وكذلك بالمجموعة الثالثة اللي هي متى gave. هذه المجموعتين هم يعتبرون أو يعدون العفو من الأفعال الشاذة. تحت المجموعة الرابعة الواز أند هاد هذول يسمونهم auxiliary verbs. auxiliaries اللي هي أفعال مساعدة في بعض الأحيان تجي أفعال رئيسية إن كانت فيما بعدها في حالة الواز بعدها يجي صفر فيعتبر فعل رئيسي. في بعض الأحيان بعد هاد يجي وراها اسم فيعتبر فعل رئيسي. وكما موضح في هذا المربع اللي قلته وشرحته ممكن تطلعون عليه وتطلعون عليه مرة الأخرى. هسه ويا يا طلاب هذا تمرين كلش بسيط. It's a very simple exercise. Write a summary. That is, you give me a summary. تكتب لنا ملخص عن القطعة. منطيكم رؤوس الأقلام وانت فقط تملوا لي فراغات. راح انطيكم دقيقة واحدة في الورقة والقلم تكتبون ونشوف شلون راح تحلين شلون راح تملون الفراغات وتكتبون الملخص. دقيقة واحدة.
الوقت هذا تشوفون. أتمنى تكون من حياتها صح. ما تستوجب it needs only prepositions, articles here and there, you know. Fred and Oliver's met in 1915. They met again in World War. They fell in love and got engaged. In 1929, they bought a house and got married. Fred and Olive have two children. Fred retired in 1960s. The couple are, only are, 102. They now have 12 great-grandchildren, or 11, I'm not that sure. They live in a nursery home. They have been there since April. They are the longest married couple, and that's it. Now, this is a kind of meditative exercise. Read the following questions and try to solve them in your minds. You know, I do not require any answer from my استوجب فت جواب منكم وهذا راح نشوف كل اللي شفنا بالقطعة راح نسألكم إياه في أسئلة من حياتكم الواقعية. Who are the longest married couple in a من هو الأطول فترة زواج من الناس اللي تعرفون من أكثر ناس معمرين بزواجهم. What do you think is the secret of a successful marriage؟ شنو الظن انه السر وراء الزواج الناجح؟ وهل اكو زواج ناجح اصلا؟ In the future, do you think marriage will be regarded as being as important an institution as it is now؟ هل تعتقد انه بالمستقبل الزواج حيكون مؤسسة well established يعني محترمة وذات عراقة مثل ما هي هسه حاليا في المستقبل مو هسه؟ هاي كلها hypotheses يعني فرضيات أريد من عندكم تجاوبوها حتى نشوف وجهات نظركم بينكم وبين نفسكم ممكن تخليكم على اطلاع أكثر على نفسكم. Valentine's Day بما أن إحنا بنحكي عن الناس المعمرين بالزواج واللي يتزوجوا عن حب مثل Fred and Olive فراح نخوض بمسألة يوم الفالنتاين. What do you think of when you hear the word love؟ شو تعني تكون كلمة حب؟ هسه بما أنه أنتم بينكم وبين نفسكم جمعتوا كم كلمة لمعنى الحب أريدكم تكتبوها. Alright. بلغتنا العربية and I want you to translate it to English not vice versa يعني تكتبوها بالعربي ترجموها للإنجليزي ست كلمات مو أكثر. ما أريد تستعينون بالإنترنت ولا بالدكشنري أريدكم أنتم تحاولون تكتبون الأشياء اللي تعرفوها عن معنى الحب وتحاولون ترجموها للإنجليزي. Interesting facts about Saint Valentine's Day. هذه راح تشوفون راح تسمعون بعض الحقائق عن يوم الفالنتاين. In many countries, lovers can't wait until February 14th, the day which is called after Saint Valentine's name. في معظم البلدان الناس تترقب يوم الرابع عشر من شباط اللي هو اليوم اللي سمي تيمنا ب سانت القديس فالنتاين. In this day, most wedding proposals are made. Thousands of love letters are sent and people are looking for their Valentine, their one and only true love. طبعا بعض الناس يا اما تتقدم لطلب الزواج او تبعث كثير من الرسائل او
يرومون بحثا عن المناسب الشخص المناسب لهم أو الحب الحقيقي. Here are some facts about this special holiday. راح نعطيكم بعض الحقائق عن هذا اليوم المميز. One of the origins for this holiday can be Lupercalia, the ancient Roman festival of health and fertility. احتمال يكون أصله اللي هو Lupercalia اللي هو عيد قديم روماني قديم يحتفل بالصحة والخصب. Traditionally celebrated between February 13th and February 15th, واللي هو يكون بين فترة 13 إلى 15 فبراير. The symbols of Saint Valentine's Day are doves. يعني دائما ما يصور ال Valentine's Day في الحمام. Heart shaped outline وقلوب. And the figure of little baby angel with wings, Cupid. وكيوبيد اللي هو يشيل عادة قوس والسهام that bring love to the hearts of people. Cupid usually holds a bow with arrows that bring love to the hearts of people. Here are some more facts about the day. There were at least 14 people named Valentine who could have given the name to this holiday. أكو 14 شخص ممكن يكونون سمي اليوم تيمونا بهم. They all were martyrs. كلهم كانوا شهداء. People who were tortured and burned alive for their beliefs. اللي ناس حرقتهم أو عذبتهم وحرقتهم وهم أحياء لأجل معتقداتهم. Only in the United Kingdom about 25 million Valentine cards are being sent every year. فقط في المملكة المتحدة ما يقارب 25 مليون كارد يخص الفالنتاين ترسل في كل عام. In USA, في الولايات المتحدة, the number of greeting cards or valentines is more than 190 million per year. 190 مليون كارد أو بطاقة تهنئة في الفالنتاين. In Finland, February 14th is called Friends Day. في فنلندا اليوم نفسه يطلقون عليه Friends Day, يعني يوم الصداقة أو الصديق. And the friends not lovers are honored. وبهذا اليوم الأصدقاء مو الأحباب يعني يحتفى بهم. Also in some Latin countries, this day is for love and friendship. وفي بعض المناطق اللاتينية أو أمريكا الجنوبية هذا اليوم هو الاحتفاء بالحب والصداقة. Most popular present for Saint Valentine's Day is a heart-shaped chocolate. الهدايا الأكثر شيوعاً في هذا اليوم هو الشوكولات, الشوكولات اللي على شكل قلب الحب. Thanks to this tradition, Japanese chocolate companies receive 50% of their annual income around this holiday. طبعا الشركات اليابانية تربح الكثير بسبب الشوكليت مالتهم اللي تصدرها للعالم في هذا اليوم. Now I want you to read the following. Read it with me. Private investigators also have their reasons to celebrate Saint Valentine's Day. They get unusual tasks on this day. Many people who receive anonymous Valentine's love letters without the name of the sender want to know who sent them. All in all, this beautiful holiday reminds that spring is close and air is filled with love. So just take a pen and a heart-shaped paper and write one simple phrase to a person you love. Let me be your Valentine. This is يعني هاي العبارة الأكثر شيوعا في العالم إنه هو let me be your Valentine. دعني أكون
your Valentine. بعض الأحيان ما ينعرف منو اللي يدز الرسائل، يدزون محققين يشتغلون على الموضوع ويشوفون منو اللي أرسلها، يا secret admirer معجب سري ربما. Now translate the words and the context into Arabic. هذول الكلمات اللي ظهرت بالنص أريدكم تترجموها للعربي. Arrow سهم holiday خطوة heart shape على شكل القلب proposals طلب للزواج ancient قديم symbol runs tortured معذب at least على الأقل annual سنوي anonymous مجهول. Now students, please give the synonyms of the words. Looking for, true, honored, perceived, unusual. Think a little bit and please try to, you know, depend on yourself. Do you know these synonyms? يعني المرادفات مع هذه الكلمات هل تعرفها؟ Looking for, searching, يعني بيدور البحث عن شيء. True, حقيقي. Honest, genuine, أصلي أو حقيقي. Honored, celebrated, محتفى به. Receive, get. Unusual. Uncommon, peculiar, thank you students for being here today, I wish you the best of luck in your examination, thank you again and I wish you the best of luck.